موقع اي دي فولت لبيع الكوينز، سريع في التسليم، مضمون، كود الخصم تحصله تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم عندنا المدرب الأفضل. أوكي يا شباب، في الحلقة الماضية ما كنا موفقين يا ولد، كانت عندنا خسائر وأمور ما هي بزينة. عندنا شباب الآن في دوري أبطال مباراة ضد روما بعد يومين من الآن، حنا المركز الثالث بعدنا روما، يعني حنا وروما ننافس على الذاب، فلازم أفوز المباراة هذه على روما عشان أحسن من مركزي، وما ندري وش بيصير مع أولمبيك ليون ومانشستر يونايتد. لسعنا في البداية، عندنا فرصة نعدل من مشاكلنا. أحد مشاكلنا يا شباب الخطة كانت، طيب الخطة هذه أيضا ما هي مناسبة، هذه صعب يتسجل فيها. افضل خطه يعني العب فيها شخصيا هذه الخطه اللي هي المحافظه. خلينا نعدل الخطه هنا. طيب يا شباب، كذا لياقه اللعيبه ما هي كويسه يا شباب. الان لو مشينا في المباراه اتوقع ممكن تتحسن لياقتهم شوي، لكن مضطرين يا ولد نلعب بالفريق الاساسي، ما ودنا نلعب الاحتياطيين. فليتس جو الان نشوف ايش المؤتمر. اول شيء خلينا نخش المؤتمر يا شباب، مؤتمر صحفي. انا ما ابغى احفز لعيبتي يا شباب، انا احرض ولا اشيد عليهم يعني، لا ابغى احرضهم. عموما يا شباب، هذه المباراه مهمه جدا ضد روما، جدا جدا مهمه. وضعنا مو كويس بدايه الموسم، لازم نحسن الوضع. ليتس جو، هو مباراه ممطره بس هي على ارضنا المباراه. ليتس جو، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا هنا، يا سلام، جميل، اوكي حلوين، جميله. اوه ناين جولان ناشبه في الالتميت هنا حلوين. الكمبيوتر مره لا طقطق مع دقيقه، يا سلام، ايوه حلو. انهي، يا الله يا الله يا الله، لا هذا اللاعب الجديد حقنا. تسديده، اوكي يا سلام. كونو طيب يا شباب، هذا الشوط الاول انتهى، ما سجلنا الان، نسجل الشوط الثاني. ليتس جو، يا سلام، اوكي يلا يوسف حلوين. كوكي اوه ما فيها شيء، ما فيها شيء، كيف؟ يا سلام حلو، لا كان قصدي السحبه السبن، سمعتوا الجير ولا لا؟ الهي كيف يا اخي، كيف؟ اكفى لا تصفن، اكفى يا حكم لا تصف. طيب اريكو، اقسم بالله ما تشده، لا تدريب بعد اليوم، تعال. ايوه تعال، انت صغير في السن، افضل كل شيء عنده تمام. والله ما ادري يا عيال كيف دخل هدف. طيب انا يا اخي سهله سهله سهله، امسك على الحارس. اوكي يا شباب، عندنا مباراه ضد غرناطه خارج الارض، مضطرين نلعب المباراه هذه بالتشكيله الاساسيه. ريحتنا التشكيله الاساسيه في المباراه الماضيه يا شباب، ما ادري والله مستوى الفريق ابدا ما هو كويس ابدا. لا 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 لا، احنا في الدوري عندنا لسه في الدوري في بدايته، ولسه حتى مدريد وبرشلونه ما هم الاول، احنا مركزنا السادس الان. دوري الابطال لازم احسن من وضعي، يعني لازم المباراه القادمه كلها افوزها، ولا تعادل ولا خساره ولا شيء، لازم افوز. المهم عندنا مباراه ضد غرناطه الان هنا. ليتس جو، يا سلام يوسف، يا سلام يس، يلا يا كبير انهي. الله يرضى عليكم يا شيخ، صح صح حلوين يا عيال حلوين. ها يا سلام، ها حلوين يا ماير. اوكي سلام، ممتاز، حلوه. اوكي نهايه شوط جميله يا شباب، الشوط الثاني افضل. ليتس جو، لا سلمت، اخطاء اللي ما تتخلص. اوكي اتاكن شيء، اتوك شيء، يا سلام، يا سلام حلو. دوغلاس ولا بهذا لاعبنا خطير، يا سلام، الله 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 يا ابو زار، اسمه ابو زار اتوقع. اقسم بالله يا شباب ذا اللاعب ممتاز جدا جدا جدا، جسم طول كل شيء، عنده الامكانيات الكويسه حقت اللاعب الوسط يا ولد. والله يوم حطيته ما ندم، صح عليك يا واحد. اسمه بازور، اوكي بازور، يلا احفظ يا اسم احمد، احفظ يا احمد اسمه. يلا تعرفون يا عيال كونو، تعرفون الرجال كونو، تعرفونه ولا لا؟ يسويها ولا لا؟ يسويها كونو، يسويها كونو، هنا كونو، قول له قول له. افا وين وين انا؟ اوكي يلا يحتفل على طريقته الخاصه، مو مشكله يا اخي. ادمي ما يرحم في الفولات، حتى عيال مجربه في الالتيميت تيم يا اخي خرافي، تقول فولات عنده 90، ولعيبه ثانيه زي مارك رويس وبعض اللاعبين عنده فولات عاليه ولا يسجل. عموما المباراه انتهت بفوزنا يا شباب 3-0 على ملعب قرناطه بقول له مين، على ملعب غرناطه يا شباب. طيب يا شباب، عندنا مباراه ضد مانشستر يونايتد، احنا عندنا 0 نقاط. زي ما قلت لكم يا شباب، اذا نبي نتاهل لازم نفوز المباراه الجايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، كل المباريات القادمه لازم نفوزها ذهابا وايابا. الله يعين يا عيال. هذا المؤتمر الصحفي يا شباب، ابحرض او احفز لعيبتي على الفوز، صراحه ما لن اشيد ابدا اشاده ما فيه مني، بقول انه فريقي كلب، فريقي قاعد يخسر. نعم الرجال الطيب هذا الحارس معليش حيكون برا، نشوف نعطي فرصه للرجال يوف بيلرين، ما
ادري يا اخي الهدف ذاك اللي دخل عليه بدين الدقائق غبني، على الاقل نطلع بنقطه مش نخسر ولا نقطه صفر نقاط يا شباب. التشكيله كامله، اتمنى اننا نقدم مستوى. ليتس جو يا ولد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا سلام حلوين تكفى. الله تعادل يس الله يكونوا صح يا وحش. اوه اخوان مات عيال خطير في الرفعات. تكفى يرحم امك. لا اوه عندهم خميس عيال. حلوين روح روح مره ثانيه. اوكي حلوين يوسف. الله لازم نفوز على مانشستر، لازم نفوز على مانشستر لابد. ورعان 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 مغير رفعون مغير رفعون ذولي ولد. اوكي ممتاز. لا يا كوكي لا تناول له. يا الله خطيرين. اقول لكم يعتمدون على الرفعات بشكل كبير يا عيال. شوط ثاني افضل يا شباب. ليتس جو. اوكي روح كونو. يلا يا كون كونو كونو كونو. كيف يا اخي هو دوغلاس. دوغلاس في المقدمه. دوغلاس الدخيه. دوغلاس الدخيه. وضعنا سيء جدا في دوري الابطال. هذه المباراه انتهت على التعادل. سعد فاول لهم الان وتنتهي تعادل. يلا اوكي انتهت المباراه يا شباب. صفر الحكم. وضعنا جدا سيء في دوري الابطال والله. ما ادري هل في فرصه يا شباب اذا فزنا ثلاث مباريات القادمه نتاهل ولا لا. اوكي شباب عندنا مباراه ضد اسبانيول راح نلعب الفريق الاحتياطي محاكاه. كويس فزنا 2-1 بس بقوه فزنا. المباراه القادمه يا عيال ضد سيلتا فيجو على ارضنا في الكاس. ودي اسوي لها محاكاه يا ولد. ودي اسوي لها محاكاه ما ودي العبها في الكاس. معنى الكاس مهم جدا. انا وعدتهم بالكاس اتوقع وعدتهم بالكاس. 1-1 في الظاهر ذهب وياب. اتوقع فيها ذهب وياب عيال. لاعب عائد من الاصابه. هذه الخبريه اللي ابغى اسمعها من زمان يا جماعه الخير. والله لا لعب يا شباب حتى لو انه مو جاهز. حط الطيب الرجال الطيب هذا ولو ان عليه لسه اللزقه دي اللزقه لكن داري انه مو بجاهز لكن ودي العبه ودي ادعس فيه. اوكي يا شباب راح نلعب المباراه هذه مضطرين لانها خارج الارض فلو سوينا لها محاكاه ممكن نلقم. فراح نلعب المباراه. ليتس جو. حلو راح 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 هرب كونر. رب 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 تكفى. هدفك الاول يا سلام يا عيال خرافي. يا حارس يا سمك يا حارس يا سمك. المفترض ان الشوط الثاني يكون افضل ولازم يكون افضل لازم مو بمفترض لازم. يا سلام دوغلاس دوغلاس تكفى. هي يا الله بلنتي ولا فاول. بلنتي يس يس ما ادري كيف بلنتي بس بلنتي. يلا كونو 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 كونو. يلا صدها يا الله وش ذا الحظ. تعادلنا في المباراة دي يا شباب. تعادلنا في المباراة دي يا وجه الله. انا ماني مضمون لاني في الدوري ولا في دوري ابطال. ما ادري هل اني اذا فزت المباراة الثلاثة القادمة هل اني راح اقدر اسوي شيء ولا لا. اتوقع انه في تعادلات كثيرة في المجموعة وهذا شيء حيساعدنا اذا فزنا في المباراة القادمة كلها يا شباب. انا مغبون برضو في حماس يعني ما ادري. انا اتوقع ما ادري ايش اقول لكم يا شباب. عموما حنعالج كل المشاكل في الحلقه القادمه يا شباب. لابد اعالج المشاكل عندي. حشوف ايش المشكله ليش ماني قادر افوز ماني قادر اسد. اتمنى انكم استمتعتوا يا شباب بالحلقه هذه. اضربونا باللايك تابعونا حسابنا تحت اشتركوا في القناه اذا ما كنت مشترك في القناه. 4000 لايك كلكم من الشاكرين. السلام عليكم.